وحول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة مستشفى الفروانية الزميل وائل الحويدر. وائل، كيف يبدو المشهد الآن وماذا عن حالات الإصابات؟ اهلا وسهلا بكم متواجدين الان في مستشفى الفروانيه بعد حادثه نهائي ختام بطوله كاس الخليج، اثر تدافع الجماهير على الحواجز وسقوط بعض الجماهير ونقلهم الى المستشفيات. ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا سعاده الشيخ باسل الصباح وزير الصحه، يحدثنا عن اهم وابرز تطورات حالات المصابين. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية طبعا اللي حصل اليوم في مباراة المنتخب الإماراتي والعماني على كأس نهائي الخليج 23، طبعا بعد انتهاء المباراة صار في بعض تدافع في صفوف المشجعين العمانيين ما أسفر عن حدوث بعض الإصابات في الملعب. طبعا تم تطبيق خطة الطوارئ والأزمات اللي متبعة في وزارة الصحة والتي تم الإعداد لها من قبل، وجود 7 عيادات في استاذ جابر الدولي وطاقم الإسعاف أيضا متواجد، تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين وبالتالي فرز الحالات وتحويلها إلى المستشفيات، 3 مستشفيات في الكويت، مستشفى الفروانية، مستشفى الصباح ومستشفى العدان. طبعا عندنا ما يقارب 47 حالة تتلخص ب وجود 39 مصاب عماني بعضهم أطفال، وأيضا وجود مصاب 1 كويتي، 2 من الجنسية السورية و2 من الجنسية اليمنية، و1 من طاقم تصوير لأحد القنوات من الجنسية البنغلاديشية. طبعا تم إسعافهم وتم عمل اللازم في المستشفيات. أغلب الحالات هي عبارة عن إصابات طفيفة من خدوش ورضوض وبعض القطع اللي تم عمل القطب والخياطة لها، لكن يوجد بعض أيضا حالات التي تحتاج عمل أشعات مقطعية لوجود كسور وتم يعني عمل اللازم. يوجد حالتين تحتاج تدخل العمليات لتثبيت بعض الكسور، ولكن بالعموم جميع الحالات هي حالات مستقرة يعني تماما، ولا يوجد عندنا حالات حرجة أو حالات تم دخولها إلى العناية المركزة. كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم لهذه للمصابين، ونتمنى لهم السلامة إن شاء الله، وننتقل للزملاء في الاستديو.